السلام عليكم. اليوم السبت 22 أكتوبر 2022، الحلقة 62، وفقير 14. Aujourd'hui, samedi 22 octobre 2022, épisode 62, Oufkir 14. في الحلقة ديال الأخرى ديال في الأخر ديال الحلقة الأخرى وقفت عند الأوامر اللي هي كونتراديكتوار ديال رئيس الدولة حسن الثاني اللي عطاها للجنرال أوفقير ولو كوموندون أحمد دليمي في الأسبوع الأخر ديال شهر سبتمبر 1965. رئيس الدولة قال لهاد جوج ديال الضباط العسكريين باش يديروا جميع المجهودات ديالهم pour la liquidation physique et la disparition totale de Mehdi Ben Barka. في هذه الحلقة غادي نهضر على هاد لي زوردر كونتراديكتوار ديال لو شيف ديتا، وغنهضر على الأسبوع الأخر ديال المهدي بن بركة في العاصمة المصرية القاهرة، وغنهضر على ما وقع في الفيلا ديال جورج بوتشيش اللي كاينه في فونتوني لو فيكونت دون لا بونليو باريزيان. هادشي اللي وقع في هاد لا فيلا دون لا نوي دو 29 أو 30 أكتوبر 1965. دابا الحلقة غنبداها كما درت في الحلقات الأخرين، غنبدا بول سينيالي كو الكتاب ديالي ريزون ديتا راه مشي مزيان، البيع ديالو حاليا في الدار البيضاء وحتى على برا مشي مزيان، وبينا هو راه اللي بغا نصيفطو ليه على طريق بريد ويخلص من بعد حتى يتوصل بالكتاب عاد يخلص يدير ان فيرمون الكونت بوكال ديالي انا راني مساعد نصيفط ليه الكتاب الى صيفط ليه هو العنوان ديالو البريدي سون ادريس بوستال يصيفطها ليا بار مايل. المايل ديالي راه هو كنكتبو دائما في الأجوبة اللي كنجاوب على لي كومونتير، واللي بغى يتصل بيا راه ساهلة الأمور، وراه اللي بغى يشري الكتاب من عندي أنا مباشرة
غادي ندير ليه ديديكاس ديال الكتاب، وغادي نسنيه وندير فيه لا دات ونسنيه باش تكون عنده قيمة كبيرة. وراه إن يا أوكان ريسك لهاد الناس اللي غادي يشرو من عندي أنا مباشرة الكتاب، والناس اللي هما تيخافوا بزاف لا قياس يمكن لهم يشرو الكتاب من عند لي ليبريري كما جميع الكتب اللي كتباع. ولكن هذا الكتاب ديالي انا موجود في 3 ديال المكاتب في الدار البيضاء، وهما لا ليبريري كارفور دي ليفر في المعارف، لا ليبريري معارف كولتور في المعارف، ولا ليبريري الثالثة وهي ليفر سيرفيس. ليفر سيرفيس في سونتر فيل روي دو تاتا، زنقة لي باراليل مع لا روي دو برانس مولاي عبد الله، حدا السينما لوتيسيا. دابا غندوز للحلقة. لو جينيرال أوفقير إي لو كوموندون أحمد دليمي كانوا اتصلوا بواحد لابون ديال لي تريون فاريز، اتصلوا بهم و بروبوزو ليهم واحد العدد ديال المال بور لا ليكيداسيون فيزيك اي لا ديسباريسيون توتال دو مهدي بن بركة. هاد الشي وقع في الأسبوع الأخر ديال سبتمبر 1965، أن موا أفون لا ديسباريسيون دو مهدي بن بركة. مهدي بن بركة أفي تي أونلوفي أ باري لو 29 أكتوبر 1965. Depuis cette date, il a disparu complètement. هاد لي تريون لي اتصلوا بهم وفخير ودليمي اتفقوا معاهم على هاد ليكيداسيون ديال المهدي بن بركة. وهاد لي تريون كانوا في ديك الوقت بحال جميع لي تريون فرونسي كانوا دي سورس دانفورماسيون ديال لي سيرفيس فرونسي دو سدك، وكانوا دي سورس كانوا دي زانفورماتور ديال لا بوليس دي رونسينيمون جينيرو ديال العاصمة باريس، وكانوا دي زانديك ديال لابوليس جوديسيير اباري. جميع لي تريون فرونسي اللي كاينين تيختموا لا بدا ما يتعاملوا مع لي سيرفيس سبيسيو، ولا بدا ما يتعاملوا مع لي سيرفيس لي مع لي ديفيرون سيرفيس دو لا بوليس فرونسيز، نوتامون مع لا بوليس دي رونسينيمون جينيرو، مع لا بوليس ديال لو اس ار بي جي، ومع لا بوليس ديال لا سيكيوريتي بيبليك. هادشي واجب على لي تريون فرونسي يديروه باش يمكن لهم يستمروا العمل ديالهم بلا مشاكل. من بعد لافير بن بركة ملي
منين تفرق عاد طلب في المبركة وتقبطوا الناس اللي شاركوا في هاد لافير وتحاكموا في البروسي بن بركة سنة 67 والعقوبة ديالهم كانت السجن كي اللي تحكم ب 5 سنوات ديال السجن منفذ كي اللي حكم ب 7 سنوات ديال السجن منفذ ونفذوا الحكم ديال 7 سنين ديال السجن وخرجوا من بعد السجن خرجوا في سنة 1972 واحد اللي كان عنده واحد دور كبير في لافير بن بركة سنة 1965 واللي غيتحكم بـ7 سنين ديال السجن نفذها هو ثلاثة اللي هما تحكموا بـ7 سنين تحكم الكولونيل لوروا فانفيل اللي كان هو لو باترون ادجوان ديال لو سدك فرنسي وتحاكم بـ7 سنين انطوان لوبيز لاجون ديال اير فرانس داخل المطار دولي اورلي وتحاكم بـ7 سنين لوفيسي دو بوليس برينسيبال لوي سوشون لوي سوشون شيف ديال لا بريغاد موندين دو باري من بعد الخروج ديالو من السجن 1972 لو كورونيل لوروا فانفيل غادي يكتب واحد الكتاب اسمو العنوان ديالو سيرفيس سات سيرفيس سات المصلحة رقم 7 لورو فانفيل الكورونيل لورو فانفيل سي ليكيفالون ديال محمد العشاشي دون لي سيرفيس دو كاب 1 سي لوي لو le personnage le plus important qui a fait le SDEC. Alors, le général patron du SDEC n'était pas aussi compétent que son adjoint, le colonel Leroy Fainville. Ce livre de Leroy Fainville قريته أنا في سنة 1973 كيف خرج لروا فانفيل داكور في هذا الكتاب هذاك الشيء اللي وقع ليه في السنة ديال 1965 إنه هو لوفيسي تريتون ديال بزاف ديال لي سورس ديال لو سدك برمي هاد لي سورس كاين لي تريون فرونسي اللي اتصل بهم لو جينيرال اوفقير ولو كوموندون احمد ليمي وبروبوزو ليهم ان سوم دارجون تري امبورتونت بور لونليفمون دو مهدي بن بركة اي سا ديسباريسيون توتال ما يبقاش الاثر ديالو
في الوقت اللي فاش هاد لي سورس دانفورماسيون جابوا هاد الخبر لروا فانفيل، ما امنش بيهم، لان هما لروا فانفيل اون طونك اوفيسي تريتون بحال في جميع لي سيرفيس سكري اللي كاينين في العالم كله كيعطي تينوتي لي سورس دانفورماسيون ديالو، دي نوت اللي كان عاطي لهذوك لي سورس اللي عنده، وهما دي نوت ضعاف بزاف، ملي كيجيبو ليه شي خبر تيكون فيها الشك، وقليل فاش كتكون عاطيها شي نتيجة. ما وصلش هذا الخبر اللي توصل به لو سيبيريور ديالو لو جينيرال باترون ديال لو سديك، ولهذا و لو فانفيل كان في نفس الوقت اوفيسي تريتون ديال انطوان لوبيز اللي كان تخدم في الشركة ديال اير فرانس داخل المطار الدولي اورلي في العاصمة الفرنسية، وكان تيحلم هذا انطوان لوبيز كان تيحلم بزاف، كان تيحلم بأنه هو وكان كيظن على أنه هو عنده الحق باش يتصرف كجميع الضباط ديال لوتسديك، مع أنه هو كان ان سامبل اونورابل كوريسبوندون، يعني كان اون سورس دانفورماسيون، لي سورس دانفورماسيون في لي سيرفيس سبيسيو ne sont pas considérés comme des fonctionnaires de l'État. Un officier dans les services du SEC, c'est un officier de l'État. Il est soit un officier militaire, soit un officier de police. Ou أنطوان لوبيز كان تيحلم واحد الحلمة أخرى ثانية كبيرة، كان تيحلم بأنه هو غادي يرجع هو البريزيدون والمدير العام ديال لا كومباني رويال إير ماروك. هاد الحلمة من جاتو على قبل الجنرال أوفقير من تيكون ناشط مع راسو مزيان ومدوخ سكران، تيعطي دي بروميس الناس اللي تيكونوا في لونتوراج ديالو، كان عطا تيعطي لو لا بروميس دائما لأنطوان لوبيز، تيقاولو بأنه هو غادي يوقف معاه باش يرجع هو الرئيس المدير العام ديال لا كومباني رويال اير ماروك. هاد أنطوان لوبيز كان تيحلم بزاف، كان عنده هاد الحلمة الكبيرة باش يدخل المغرب ويرجع هو المدير رئيس المدير العام ديال رويال اير ماروك، وكان عنده الحلمة الأخرى ديال التصرف ديالو كواحد من الضباط ديال لو سديك فرونسي، ماشي كسورس دانفورماسيون ديال لو سديك فرونسي، il se comportait comme un officier de l'état français، ce qui est faux et ce qui fait une grande différence. Là, un officier de l'état français n'est pas, on ne peut pas le comparer avec une source d'information. Alors maintenant, من عرفنا بأنه هو
لان هو لو باترون ديالنا في الكاب ا مع لي زيليمون اللي كانوا معنا في الكونتر سيفيسيون، حتى هما قراو الكتاب ديال لو كورونيل لو روا فانفيل، وهنا فهمنا رجعنا بعد سنين للوراء ولقينا بان هو هاد لا بروبوزيسيون ديال توفقير مع دليمي لهاد لي بون ديال لي تريون راه كانت حقيقه. وشكون اللي وهذه كانت امر من عند رئيس الدوله المغربيه حسن الثاني، هو اللي قال لأوفقير ودليمي، هو اللي كان كيتوصل بلي رابور ريغوليرمون لي رابور دو سانتيز ريغوليرمون ديال اوبيراسيون بويسير اوبيراسيون بويا بشير خطره في الاسبوع، لو لاندي كان كيتوصل بلي رابور دو سانتيز. وفي هادوك لي رابور دو سانتيز ديال لو مواد سبتمبر كلهم تيهضروا على المعيد ديال مهدي بن بركة، المعيد المهم بزاف اللي عنده في العاصمة الفرنسية باريس لو 29 اكتوبر 1965. الحسن الثاني عطى هاد المعلومات للجنرال وفقير والكورنيل احمد دليمي، وعطاهم اوامر باش يديروا المجهود ديالهم كامل، قال لهم باش يستعملوا جميع لي مويان بور لا ليكيداسيون ديال المهدي بن بركه. المهدي بن بركه كان واحد الانسان، واحد رجل سياسي عنده العديان بزاف، عنده العديان في جميع الاوساط، عنده العديان في الحكومه المغربيه، كان عنده العديان في داخل الحزب ديال الاستقلال، عنده العديان دوك الشخصيات الكبيره البرجوازيه ديال حزب الاستقلال كانت كلها ما كتحملش مهدي بن بركة، منهم محمد الغزاوي الرجل القوي اللي كان مدير ديال إدارة الأمن الوطني ورئيس المخابرات المغربية، هذا ما كانش تحمل المهدي، كان حاول يتهنى منه في لافير ديال لاساسينا ديال عباس المسعدي، ولكن في هاد لافير ديال عباس المسعدي التدخل ديال الملك محمد الخامس هو اللي محمد الخامس كان تيخاف على السمعة ديال المغرب في الخارج، كان ما تيبغيش شي حاجة ترى في المغرب اللي ماشي معقولة، هو اللي كان فرانا دار الفران صحيح لمحمد الغزاوي باش وقفوا في هذاك الاتجاه اللي كان فيه، لأنه محمد الغزاوي كان عنده كان هو لو باترون ديال لي سيرفيس سبيسيو ماروكان، كان هو لو باترون ديال لا دي جي اس ام لا بوليس ماروكين، وكان هو لو باترون ديال لي باركي او ماروك، لي باركي او ماروك اللي متبعين الوزير العدل كان لو باترون الحقيقي ديالهم في المغرب، وهو محمد الغزاوي هو اللي كيعطيهم الاوامر، لي بروكور دو روا ديال المغرب كامل كانوا طايعين لمحمد الغزاوي. وفي هاد لافير ديال لاساسينا ديال عباس المسعدي كان عطى الاوامر للوكيل
الملك في مدينة فاس باش يغرق مهدي بن بركة، لأن هو مهدي بن بركة كان هو اللي كاري ديك الفيلا اللي دايرينها المكتب ديال حزب الاستقلال، وكان هو اللي مدخل المكانات ديال الضوء والماء للفيلا بالاسم ديالو. هاد جوج ديال الحوايج كانوا يمكن ليهم يدوا المهدي بن بركه للسجن ديريكتومون، ولكن الملك محمد الخامس هو اللي اعتق المهدي بن بركه من هذه المصيبه اللي كان طاح فيها. المهدي بن بركه كان واحد الانسان معقول بزاف، واحد الانسان ما كيترشاش، كان العدو ديال الرشوه، كان عايش بالفساد ديالو ديال الحلال. كان هو بروفيسور في الليسي غورو في الرباط، وكان تعيش بالخلاص ديالو، منظم حياته، داكشي اللي كيدخل هو اللي كيتصرف في الدار ديالو، وكان عنده بالاخص العديان كتار داخل الجيش الملكي، كان عنده العديان في الوسط ديال الضباط الكبار ديال الجيش الملكي، للجينيرو اللي غيطلعوا من بعد، اللي كانوا ديك الساعه كانوا دي كورونيل ولا دي كوموندون، هادو كلهم كانوا ضد المهدي بن بركه، لان هو المهدي بن بركه من سنه 1956 فاش تاسس الجيش الملكي، وهو تيعتبر هادوك الضباط ديال الجيش بانه كلهم كانوا دي سوز اوفيسي دون لارمي فرونسيز اي دون لارمي اسبانيول. كان المهدي بن بركه تيعتبر هادوك الضباط الكبار ديال الجيش المغربي في سنه 1956 تيعتبرهم كاملين بانهما كانوا ضباط الصف في الجيش الفرنسي وفي الجيش الاسباني، وهاد ضباط الصف كانوا مستوى الثقافي ديالهم ضعيف بزاف، وكانوا فيهم الاغلبيه ديال الناس ديزان الفابيت، ما قارين والو، اميين. هاد الضباط اللي اميين مع السنين غادي يطلعوا في الكراد بار اونسينتي، يكون ضابط يكون قاري ولا ما قاريش، ضابط ديال العسكر ديما كيطلع في الكراد، كدوز سنين هو كيطلع في الكراد، كلهم طلعوا دي جينيرو، كلهم طلعوا دي كولونيل، وكلهم تعينوا في دي بوست تري امبورطون. هاد لي زوفيسي ديال الجيش الملكي اللي كانوا في 1956 كلهم عادوا ضباط كبار ديال الجيش الملكي 3 سنين ولا 4 سنين من بعد ولا 5 سنين، كيف في عام 1965 كان عنده بزاف ديال الاعداء من هاد الضباط ديال الجيش الملكي، الضباط الكبار. من جملة هاد الضباط الكبار كان لو جنرال وفخير، وكان الكوموندون احمد الليمي. هاد الضباط بجوج مع عديد ديال الضباط
اخرين في الجيش الملكي كلهم كانوا حالفين، حالفين الى طاح في ليهم مهدي بن بركه غادي يصفوها ليه، ما يخلوش عايش. من هنا من جايه العداوه الكبيره اللي كانت ما بين مهدي بن بركه وما بين الجنرال أوفقير، ما بين مهدي بن بركه وما بين احمد دليمي. من هنا من جايه العداوه بيناتهم. مهدي بن بركه كان واحد انسان كان تري تري ميفيا وتيشك تيشك في اي حاجه وفي اي واحد، وكان عنده الثقه العمياء في السلطات الفرنسيه في البوليس الفرنسي في المخابرات الفرنسيه في الحكومه الفرنسيه وفي رئاسات الدوله الفرنسيه على راسها الجنرال دوغول. وكان كيعيش في المنفى كما جميع الشخصيات السياسيه العالميه اللي عندهم الوراق ديالهم كلاجئ سياسي، اللي عندهم الوراق ديالهم كوم دي ريفيجي بوليتيك. وهذه ريفيجي بوليتيك ما كتكونش عندهم الحياه دائما كلها غير منوره وزاهره، راه عندهم حتى هما بعض الشروط خصهم يحترموها وعليهم بعض الضغوطات، شي الضغوطات اللي كيديروها الرؤساء ديال البلاد ديالهم. الحسن الثاني كان ديما كيدير ضغوطات كثيره، تيديرها على سويس على فرنسا على مصر وحتى على الجزائر، تيحاول يضغط عليهم. والمهدي بن بركة الحياة ديال المنفى عيا منها، عيا من ديك الحياة ديال المنفى. بدا المنفى الأول ديالو في 1960 ورجع للمغرب في 1962 وعاود خرج من المغرب في شهر 6 1963 وبقى من تم مرجعش للمغرب، بقى عايش على برا لاجئ سياسي. مهدي بن بركة كان تيعرف بأن هو العدالة المغربية حكمت عليه جوج خطرات بالإعدام. الخطرة الأولى سنة 1964 بعد المشاركة ديالو فيما سمي بالمؤامرة ديال الحزب ليونيف بي ديال جويي 1963، كانوا حكموا عليه غيابيا بالإعدام. والحكم الثاني ديال الإعدام اللي كان عنده على قبل الخيانة العظمى اللي كانوا تهموا بها المهدي بن بركة في قضية حرب الرمال سنة 1963. هاد جوج الأحكام بالإعدام
كان دائما مهدي بن بركة ديرهم في باله وتفكر وتفكر باش يرجع للمغرب يدير حد النهاية ديالو في المدفع، ولكن كان تيخصو واحد الوثيقة مكتوبة ديال البراءة ديالو من هاد الأحكام. وملي كان عايش على برا في الأسبوع الأخر ديال المهدي في القاهرة، الأسبوع الأخر ديال شهر أكتوبر 1965، كان عنده في القاهرة جوج ديال الأصدقاء، كان عنده الطالب الإبراهيمي الوزير الأسبق ديال الخارجية الجزائرية، واللي من بعد غادي يرجع دبلومات انترناسيونال في لوني، وكان عنده محمد حسنين هيكل الصحفي الكبير الدولي المشهور اللي كان رئيس تحرير ديال جريدة الأهرام في القاهرة. مع هذا الصحفي حسنين هيكل غيعطيه واحد الانترفيو كبير، هضر فيه المهدي بن بركة، قال بأن هو الاتحاد الوطني للقوات الشعبية راه مستعد يشارك في حكومة ديال لونيون ناسيونال في المغرب، وراه منين غادي يسالي لا كونفيرونس دي كونتينونتال في جونفي 1966 غادي يدخل المغرب باش يشارك مع بزاف ديال الأعضاء من الحزب ديالو كوزراء في الحكومة المغربية. وقال مهدي بن بركة في هذا الانترفيو بأنه هو العدو الكبير ديال لامونارشي ماروكين، وهو الجيش الملكي، وهما الضباط ديال الجيش الملكي، وهاد الضباط ديال الجيش الملكي اللي هما كلهم عديان ديال المهدي بن بركة راه ما فرحانينش باش يتصالح، ما فرحانينش لهاد المصالحة ما بين رئيس الدولة المغربي الحسن الثاني وما بين المهدي بن بركة والزعماء ديال الحزب ديالو ديال الاتحاد الوطني للقوات الشعبية. وكيطلب مهدي بن بركة من رئيس الدولة المغربية باش يسيني واحد ظاهر باش جميع الضباط اللي كاينين في لي بوست مهمين في المغرب يرجعوا للقشادي العسكرية ديالهم أولا لي تاماجور ديال الجيش. هاد قضية الضباط ديال العسكر ديال الجيش الملكي اللي كاينين اللي قابتين دي بوست مهمين ماشي سهلة باش دي جور ولوندومان غادي يلفون يترو بليجي باش يكيتو لور بوست ورجعوا للكازيرنمو ميليتير أولا ليتا ماجور ديال ليفار.
مهدي بن بركة كان واحد الإنسان يعني تري نايف، تري تري نايف، باش الإنسان يثق في هذه الكلمة يقول بنا هو راه تخصصني رئيس دولة ظاهر ملكي باش يرجع كل شيء العسكر القشالي ديالهم ولا اللي تماجور ديال اللي فار. إنسان إنسان يكون واقعي، واش كاين شي حد اللي غادي يسمح في المليارات اللي كيدخلوا، في المليارات ديال الخطفة، في المليارات ديال الرشوة، غادي يسمح في المليارات وغادي يدخل القصة العسكرية كما كان من قبل، ولا غادي يدخل لي تماجور ديال لي فار كما كان من قبل؟ هذا اللي خص الانسان يكون حمق باش يثق في هذا الشيء. هذا الشيء ما يمكنش ليه يدار، ولا بغا يدار غتنوض عليه حروب وحروب، عاد يمكن ليه يدار. ماشي انسان بالسيناتيو اللي تشاب ديتا غدير هذا الشيء، ولكن المهدي كان كيثيق في هذا الشيء، وكان كيثيق في الكلمات ديال الحسن الثاني بان هو غيدير حكومه ديال الاتحاد الوطني، ديال لونيون ناسيونال، مع انه هو رئيس دوله هذيك الحيله غير كيديرها. ولو كان جاب الله دخل المغرب في 65 كان غادي يدوه ديريكتومون للنضال المقري، غيبقى فيها واحد المده او لا ربما يتقبر عمرو ما يبان لو كان دخل في 65 المغرب. وكان مهدي بن بركه، مهدي بن بركه ما كانش عارف ليكزيستونس ديال الكاب ان، ما كانش عارفها، ما كانش عارف لامبورتونس ديال هذاك السيرفيس ديال الكاب ان. كان هو اللي في بالو هذوك البوليس القدام ديال لي رونسينيمون جينيرو اللي كانوا في الخمسينات وفي الربعينات وتل الستينات، هذوك البوليس ديال لي رونسينيمون جينيرو اللي كيحضروا في الاجتماعات ديال الحزب ديال الاستقلال، وكيحضروا في الاجتماعات ديال الحزب ديال الاتحاد الوطني للقوات الشعبيه. ولكن ما عارفش على انه هو راه المخابرات ديال الكاب ان فيهم راه نضموهم للامريكان ديال السيه، راه عطوهم ميزانيه كبيره، عطوهم المليارات في هذيك الوقت اللي المغرب ملحق عليها، يعني المغرب في اي بلاصه مشيتي ما كاين غير الميزيريه، ودوك الملار كانوا، الملاير كانوا غير كي كانوا غير تيتحرقوا في الكبأة. هادشي كله ما كانش في العلم ديال المهدي بن بركة، وكان كيظن على انه هو في المغرب يمكن ليه تكون فيه واحد الاشتراكية على ماروكان، اشتراكية اللي غتكون فيها المونارشي كونستيتيسيونيل، يمكن ليها تكون في المغرب، يمكن لي هاد الاشتراكية تمشى مع حكومة اشتراكية، يمكن لي هاد لا مونارشي كونستيتيسيونيل تمشى مزيان مع حكومة اشتراكية ديال الحزب الوطني للقوات الشعبية. هاد الشي كي كان تيأمل به مهدي بن بركة حتى لآخر دقيقة في الحياة ديالو، حتى لآخر دقيقة في الحياة ديالو هو تيأمن بأنه هو راه الملك الحسن الثاني
مستعد يدير حكومة ديال لونيون ناسيونال اللي فيها أغلبية من الحزب الوطني للقوات الشعبية. هذا هو المهدي بن بركة اللي كان في سنة ديال سنة 65، وكان عنده أمل كبير باش يدخل المغرب من مورا جونفي 1966، من بعد لو سومي تريكونتال تريكونتينونتال ديال لهافان العاصمة ديال كوبا، باش يدخل المغرب ويشارك في الحكومة ويطبقوا واحد البرنامج ديال الحكومة الاشتراكية باتفاقية ديال المونارشي كونستيتيسيونيل. هذا هو الحلم ديالو الوحيد، ما بغاش يحيد ليه من بالو حتى مشى للقبر. في هذا الانترفيو الاخر اللي دار المهدي بن بركة في جريدة الأهرام في الأسبوع الثالث أو الأسبوع الرابع ديال شهر أكتوبر 1965، في هاد الانترفيو اللي قرا هذاك المقال تيبان ليه على انه هو المهدي بن بركة راه سينا الى سيني سوناري دو مور، راه سينا بنفسه على الاعدام ديالو. الصديق الثاني اللي كان عند المهدي بن بركة في القاهرة وهو الإبراهيمي اللي كان وزير الخارجية الجزائري الأسبق واللي كان دبلومات انترناسيونال ديال لونو. هذا الإبراهيمي ذكر بزاف مع المهدي بن بركة ونصح المهدي، قال ليه بأنه هو راك عندك العديان بزاف، وراه عندك بالأخص الضباط ديال الجيش الملكي راه هما عديان ديالك، حدي راسك منهم بزاف. راه ولا بدا شي نهار شي واحد فيهم غادي يصفيها ليك. وقال ليه هاد المعيد اللي عندك في العاصمة الفرنسية باريس، هاد المواعيد اللي عندك لو 29 اكتوبر 1965 يمكن لك تأجلها أو يمكن لك تبطل كاع هاد المواعيد. ولكن المهدي في هذيك المواعيد اللي كان عنده في باريس، المواعيد المهم بزاف وهو المواعيد ديال لابراتسري ليب مع 12 ديال النهار اللي كان عنده مع لي فو سينياست باش غادي يسني معاهم لو كونترا دو فيلم باستا لو 29 اكتوبر 1965، وغادي يشد من بعد ما يتغدى معاهم غادي يسني الكونترا وغادي يقبط له الشيك ديال افونس ديال عشرات المليون
إن هو الأسرة ديالو ككونسي هيستوريك في الفيلم باستا، وهي 20 مليون فرنسي، فيها 10 غادي يشدها في لا سينياتور دو كونترا، وفيها 10 اللي باقية غادي يشدها قبل لا فان د لاني 1965. ديرو ديماراج دو فيلم ديال باستا. ولكن الإبراهيمي اللي كان تعيش في رفاهية، كان دائما تعيش في رفاهية، ما كانش تعلم بأنه هو في الحقيقة المهدي بن بركارة كانت عنده أزمة مالية، ولا قبل هاد الأزمة المالية اللي عنده تيخصو يمشي، تيخصو ولا بدا يمشي للعاصمة الفرنسية باريس لو 29 أكتوبر 1965 باش يسني الكونترا وباش يشد سيرتو لو شيك ديال 10 مليون. كان عنده الغرض سيرتو بلو شيك ديال 10 مليون ديال لافونس. ولكن إبراهيمي ما عمرو ما عاش في زمن اللي ما فيهش الفلوس، ما عمرو ما عرف الكريز ديال الفلوس في حياته كاملة، ما يمكنش ليه يفهم الموقف ديال المهدي بن بركة. في القاهرة في الأسبوع الأول ديال أكتوبر 1965 جالو كوموندو اللي صيفط وفقير معدليمي، صيفطو كوموندو باش يدير لا تروازيام تونتاتيف د اساسينا كونتر المهدي بن بركة في القاهرة. هادشي في الأسبوع الأول ديال أكتوبر 1965. منين جاو القاهرة هما ثلاثة الناس في هاد الكوموندو، ضربوه بسكرة في واحد العشاء، نزلو في الوطيل، وطيل كاتر اطوال، نفس الوطيل اللي كان نازل فيه تونزي ميلود مع محمد حليم، ومن بعد سكرة هودو لابواط لتحت ديال الوطيل، قصروا مع البنات مع بنات الهوا اللي في دجوة المصريين اللي كاينين، اللي في دجوة كاينين في جميع لي زوتيل ديال 4 5 اطوال، بالاخص مدن سياحية. ما بين هاد المدن السياحية كاين المغرب، المغرب فيه بنات الهوا موجودين في لي بوات دو نوي، وفيه بنات الهوا اللي هما تيتعاملوا، اللي هما موظفين ديال الدولة تيتعاملوا مع المخابرات، وفيهم بنات الهوا اللي كيتعاملوا مع المخابرات كسورس دانفورماسيون. هاد الكوموندو اللي جاب شي بور اساسيني المهدي بن بركة غادي ملي غيطلعوا لي شومبر مع دوك بنات الهوا غيحيدوا لي فيس ديالهم، غيبروا ليهم لي بيستولي اللي هادي هزين. البنات تخلعوا بقاو تيغوطوا، دخلت السيكيورتي ديال الاوتيل، ما بقى الصداع، دخلت لا بيرمانونس ديال البوليس، جمعوا كل شيء داوهم للكوميساريه، جمعوا معاهم حتى تونزي ميلود ومحمد حليم. القضية دخل فيها السفير ديال المغرب في القاهرة.
تكرفص فيها السيفي بزاف، دخل من الساعة ديال 4:45 هو مدخل في لافير حتى 9:50 عاد تلقوهم. فين تلقوهم؟ لي طرو بوليسي ديال الكوموندو رجعوا ديك الساعة المغرب، ميسيون نون اكومبلي، و لي دو زوطر بوليسي تونسي ميلود ومحمد حليم استنفوا العمل ديالهم، انه كانوا من الجروب اللي مكلف بالفيلاتور الى سيرفيونس ديال مهدي بن بركه، وبنات الهوا اللي كانوا مع هذوك لي طرو بوليسي تلقوهم تشوف حياتهم ديرهم. السفير ديال المغرب اللي كان ديك الوقت في القاهره هو اللي في واحد الكتاب ديالو تكلم حتى هو على هاد الانسيدون ديال لوكير. هاد الديتاي كلهم راه كاينين في الكتاب ديال السفير ديال المغرب اللي كان في القاهره في سنه 1965. دابا غادي نرجع لوبيراسيون بويا بشير والنهايه ديالها. في الاخر ديال لوبيراسيون بويا بشير غادي تلت ايام ولا اربع ايام قبل المعيد ديال 29 اكتوبر 1965 غادي يمشي لباريس الرئيس ديال لا كونتر سوبفيرسيون ومعاه محمد المسناوي ومعاه عبد القادر ساكا، غادي يمشو بور لا ديرنيير بريباراسيون ديال لوبيراسيون بويا بشير. غيمشيو بيان سور افيك دو فري فو باسبور، وغادي يمشيو انديريكتومون لباريس، غادي يديرو غيمشيو بالاسبان سيفي ولا برشلون عادي يمشيو لباريس. فاش وصلوا لباريس غادي يتلاقاو مع ميلو التونسي، وغادي يتلاقاو مع لي دو، غادي يتلاقاو مع أنطوان لوبيز ومع لي دو بوليسي لي فري بوليسي لي غيديرو لانتربيلاسيون ديال مهدي بن بركه، وهما لوي سوشون اوفيسيي دو بوليس برينسيبال شيف ديال لا بريغاد موندين و اس ار بي جي ا باري، وغيتلاقاو مع لوفيسي دو بوليس ادجوان روجي فواتو شيف ادجوان ديال لا بريغاد موندين و اس ار بي جي دو باري. غيناقشو مع هاد لي بوليسي لو صادير اللي غادي يعطوهم اون ايشونج ديال لانتربيلاسيون دو مهدي بن بركة. تيبان ليا غنوقف هنا في هاد الحلقة، وغنقول لكم إلى اللقاء إن شاء الله الحلقة المقبلة.